طب خبرني عنك أكتر. هلا بعرف إنه أنت ما بتحب كتير تحكي عن حالك، بس أنا حابة أعرف شو كنت تشتغل يور مام؟ أمي كانت تعلم فلسفة بالجامعة، وكانت تعلم History of Art وإشياء بالأزياء. كل موديل عم نفتحها زعل بزعل، خلص بلا ما نحكي عن عيال. احكي لي عنك شوي. نمشي؟ لزهقت معي؟ يوجوالي أنا اللي بزهق، بس هلأ لا لا ابدا، بالعكس، انه بس اكلنا وشربنا، شو بدنا نضل نعمل هون؟ طيب مثل ما بدك، بس بليز ما نروح الشركه. عمادو ما فيك تتركني لحالي بهيك يوم. لوين بدك تروح؟ انه انا برايي نروح لعندك على البيت مثلا، شو رايك؟ ما في مشكلة. اوكي. جاد ثانك يو. أنا بدي أقول لك ثانك يو. عن جد عم بحكي. عن جد عم بحكي. طيب بشوفك. بونجور ميا. وفاء كيفك وفاء؟ محظوظة هالبنت. مين؟ ميا. اصلا من اول ما اجيت مبينة قد ايه معجبة فيك، كل ما تطلع فيك بيضوا عينيها. تطلع فيي انا؟ استاذ ما تعمل حالك ما معك خبر، اصلا ما كنتوا عم تتغدوا سوا، وليكي قديش مبسوطة. وفاء ارجعي على شغلك، ايه؟ وخلصي لها الكتاب. اعتبري حالك ببيتك بليز، اوكي؟ اوكي. شو عبالك تشربي؟ يعني اكيد ما بقول لا لشي كيس واين. تكرم عينك. تفضلي. ثانك يو. دقيقة بكون معك. اوكي. عماد متري شخصيا عم يسكب لي. جاي حظ اليوم انا. صحتين. تشيرز. صح. ما بتزهق من العيشة وحدك؟ انا هيك مرتاح. مش حابب تشرب كيس معي؟ لا شربت قبل، ما عبالي تقل صراحة. بتعرف أنا بحس لو في مرة بحياتك كان كل شيء بيكون أسهل. مرة توقف حدك تفهمك. للأسف ما التقيت بعد فيها هالمرة. هلا يمكن أنت لقيتها وما بتعرف إنه هيدي هي. أنت بتعرفي لميس إنه أنا ما عندي وقت لهالشغلات. أنت خليها تلاقيك وهي بتسرق الوقت منك. ما تخاف. بفهم منك إنه ما في مهرب من الحب؟ أكيد لا. شو عم نعمل هون أنا وياك لكينا؟ يا مسيو سامي، يا مسيو سامي، ما تطلعني من تيابي. لا ما مش مقبول هيدا الشيء. ما عم بفهم شو قصتك، ليه عم تعمل هيك؟ ليه عم تعمل هيك مسيو سامي؟ لا اسمعني اسمعني، لحظة اسمعني منيح، معك نص ساعة بتجيب بيك اب بتحمل لي كل البلحات من هون. كلهم، ما بدي أشوف ولا بلحة بقى. لا 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 تمر ولا بلح، يا اخي ما بدي فواكه، انا حره ما بدي فواكه. ايه بتعرف شو بتعرف شو هلا باخذ حبه وبرجع بحكيك. خليل مش مقبول مش مقبول. انا عم بنهار وانت سارده. قول يلا منيح قدام عيوني احسن مره ظهري. ما فهمت. مش ضروري تفهم، المهم هلا شو بدنا نعمل. هلا بقى نعمل منه قضيه لانه ظهر مع لميس.
لميس انت ما عم تفهم انه هيدي العنزه عم تخربط كل شيء. نورما تركيني ركز، تركيني ركز كيف بدي اقدره بالطابه، تركيني ركز. ايه بس يا خليل، يا خليل مش مقبول انه انا اكون بهيك مصايب وانت ما توقف حدي، انه انا راسي عم يوجعني يا خليل، راسي عم يوجعني، شو بدنا نعمل يا خليل؟ نورما ضيق خلقي من لميس، ما عندك اصحاب؟ وينو عايزك؟ انا هون. كنت هون. ميا عرفت انك لحالك، قلت بجي بسليكي. كيفك وفاء؟ بدك الحقيقه ولا بكذب؟ خير، في شي؟ شو قلت له لهالرجال انا؟ عرفت شو قلت له؟ قلت له انه الحب هو حياه المراه، بس الرجال ما بيركض الا ورا المغامره. بهاللحظه حسيت الخوف بعيونه. خوف؟ بعيون مين؟ حس رح يختنق. اصلا انا بعرف يعني توتر الرجال بس ما اعطيه وجه. ولا ايه، بس دايما بتقلب القصة على راسي، دايما هيك. اصلا هن بيقولوا لي انه نحن ما بنستاهلك، اتس نوت يو اتس مي. هيك بيقولوا لك؟ بتعرفي شو، ما رح خلي هالاغبياء والهبل ياثروا علي، انا دايما قويه، رح ضل قويه. برافو وفاء، لازم تكوني قويه. ايه طبعا، اقوى بكتير، اقوى هيك اكيد. شو اللي فيهم علي؟ يا لطيف، اي متى بدي لحق احضرهم كلهم قبل ما اموت؟ بركي مت وما لحقت. كيف بحضرهم؟ الو؟ اهلا مدام لميس، كيفك؟ سكري مكتبي وتاكدي انه الكمبيوتر مش مفتوح، كب زبالي اهم شيء، وبس تخلصي فيك تفلي. انا وعماد عم نقضي وقت سوا، مش رجعين على المكتب. ايه ليش مدام لميس؟ وفاء انت بتعرفي يعني انه موضوع اختي كتير دبرسني، وقصة ابنها بالسويد، وكتير نفسي تتعبانة، فقررنا انا وعماد نجي نقضي وقت سوا. ايه فهمت عليكي، فهمت. اصلا حرام يعني، امك كل الوقت كانت عم تتصل فيكي وعم تجرب تحكيكي، بدها تحكيكي اكيد بخصوص هالموضوع، تعطيها معنويات وهيك، يا ريت ترجع تدقيلها، حرام. طيب ما بقى تكتري حكي هلا، تأكدي لما تكبي زبالة في ورقة مش عايزتها مطعوجة، كبيها. أكيد مانك عاوزتيها؟ لا ولا عايزتها، بدي كبها وارجع روح نبش عليها، شو رأيك؟ لعما راسك شو طلطميس؟ كبي كل شيء مثل ما قلت لك وبس. عما شو غبية. إذا أنا غبية، ليش عم تخبريني أخبارك إذا غبية؟ بتقولي لي أمك دقت كمان؟ هلا بعملهم. شو؟ كل شيء منيح؟ سبع كل شيء منيح. انت راسك بعده بالشركة؟ ما تعتلها، مع كل حال كله عم بيعمل شغله مثل ما لازم. على صراحة كنت بدي قلك نرجع على الشركة. لولو ليه؟ قاعدين مبسوطين انا وياك عم نقضي وقت حلو. تعال اقعد، تعال نحكي شوي بعد. واو كثير حلو وفاء، شرحيني قبل ما حدا يجي يشوفك. شوفيه شو بكي، شوفيه يا معلي، برومي شوي، كثير حلو كثير حلو. عن جد؟ ايه صوريني بومرانج. ليكي خبرتيك؟ حرام اختلا مدام لميس عندها مشكله، مشان هيك مش عم تجي على الشغل. يا حبيب السويد عم بتطلق وكثير عتلانه همها. خي عم بتطلق خي؟ لا ما قصدي خي، قصدي انه عماد اهتم فيها للميس مشان اختها يعني. خي حرام.
حرام اختل لميس. الله يصبرها. ايه حرام حرام. مدام نورما، انت ليه بتحبي تجيبي لي اخرتي بالتقسيط؟ ليه ما بتقضي علي فرد مره انه انا بشو اذيتك مثلا؟ لا لا اسمعيني، هلا عرفت من وفاء انه اختها لمدام لميس بالسويد وعم بتطلي وعندها ولد صغير وعماد لانه قلبه كثير طيب حاب يظهرها لانه مضايقه وبس، يعني ما بدي اياكي تقلقي لانه اصلا ما في قصه رومانتك بيناتهم وهيك. بليز بليز ما تعملي شيء اوكي؟ اوكي جريت جريت مدام نورما، جود لك. شو هالعنزة الخسيسة؟ شوفي ايزيك، بتعرف كيف العنزة ربحت نهار مع عماد؟ بتعرف؟ خبرته خبرية انه عندها اخت مدري شو بها بالسويد، ضحكت على عماد. اوه شو وسخة. مش بس وسخة، وسخة بوجين مثلنا. فرجيني فرجيني لشوف، يعني روح ما بيك شي ولو طبعاً. حبيبي بحبة الشو عالروشي بيقلي مش وين ما خدتو عالروشي بالبيت بيعمل دوشي وبيبرم وجهو بيكش. خليلي البنوت الحلوة، شو عم تعمل؟ أمي كيف صار مازن؟ طمنيني. نيح يقبرنا إن شاء الله، بكرا إن الله راد بده يظهر. جيت ارتاحي شوي وأخذ له تيابه. شو رأيك بلفة ورق هالعنب؟ شوفي لي مش طريقتك انت بالذات؟ هيك هي كتير منيحة، بس لمين عم تلفي ورق انا بلان؟ البوس تبعي بحبها كتير، فقلت بحضر له اياهن، اخذ له اياهن الصبح بكير. ليش ما في حدا يلف له محاشي؟ لا حرام، بس هيدا شغل اضافي ما بيدفع لك عليه. امي صرتي عم بتدافع عن حقوق العمال كمان؟ هيدا الزلمة اخذك منا يا بنتي، بطلنا نشوفك بالبيت. خلص شو تعباني عني؟ عم لفونه بس. ليش كره طريقتي؟ عملي انه بس. على كل حال ما الطاولة، فوتي ارتاحي تتقومي بكير، انا اي منال. امي جربي لي اياهم اذا طيبين. ليه تجربي فيي قبله يعني؟ كلي انت. كي مرض الزلمة او شيء. ما خدته عالروشي بالبيت بيعمل دوشي. وبيبرم وجهو بيكش وبيبرم وجهو بيكش. بتعرف شغلة؟ كتير انبسطت انه مشينا لهون، عن جد ارتحت كتير بعد ما حكيتك. فكرة مش عاطلة ابدا كانت. وانت؟ انا رح اقول لسعيد يوصلك يمكن تعبتي او ناستي. لا عم تشحطني؟ لا مش عم بشحطك لميس اكيد، بس بركي بدك تقعدي لحالك او شيء. ما في اقعد لحالي ابدا. اذا رحت على البيت هلا بدي اقعد افكر وارجع دبلس من اول وجديد. هون انت حدي على القليله. بتصور فيي نام عندك. بعدين ما تخاف. انا ضيفه. ليه بدك تطلع من الأوضة؟ على فكرة لميس إذا بتريدي. مش فاهمين ليه ما عم تحس فيي اليوم. لميس قلت لك إذا بتريدي. بدك تفل؟ لا ما راح فل.
رح تفلي. سعيد جاي ياخدك، صار واصل. ما بكفي ورق العنب؟ اخذتي له زريعة كمان؟ امي في احلى منها واحد يوعى الصبح يلاقي شتله قدامه يسقيها يكبرها يخنجها يتشتشها. قلي انا كل هالشعر كرمالها الصبايرة. شكلك بدك تكتري حكي على الصبح، انا ماشية. الله معك. الله يساعدني عليكي ملا شتله. ايه تخلقون كيف نجحت ترمينال هيدي؟ ليش الصبايرة بيسقوها؟ يا عمي هبلي هالبنت. ديموزيل ميا؟ بونجور سعيد. بونجوري، كيفك؟ كيفك انت؟ الحمد لله، شايفك مبسوطة اليوم. كثير. ايه الحمد لله، ان شاء الله بتضل دايما هالضحكة. ميرسي. تفضلي تفضلي. تنفسي يا ميا تنفسي. تقلب عراسك شك. يلا عاد في اروع. اوف. استاذ عماد شو هودي؟ لوين؟ مضطرة اروح على الشركة لأنه ما بدي أقصر بشغلي. مش مشكلة، بتروحي بعدين. قلت لك ما بدي أقصر بشغلي. وأنا قلت لك بتروحي بعدين. طيب. بكي شي؟ ممغوسة، بدي فوت حضر فنجان قصين، بالإذن. بتعرفي حبيبتي أنا كتير تفاجأ لما أشوفك مبسوطة هيك، شو عم تفكري خبريني؟ حياتي أنت دايماً بتفهم عمرتك عالطاير. يلا نحن هلأ رايحين نجنن العنزة. ليش لا؟ منجننها لميس. خلص حبيبتي روقي روقي. رقتي؟ رقت. لميس. جاكيتك. كنت رح اقول لعماد اني نسيت عنده. على فكره انت بتعرفي اني انا مسافره معه على دبي، ما هيك؟ بدي منك تحجزي لي اوضه بيوتيل، اوضه وحده لالي ولاله. في حال حدا سالك شي بتقولي الاوتيل فولي بوكت. بتعرفي كلمة لقلقت الناس وهيك. اوكي. في شي بعد؟ لا. على فكرة لميس إذا بتريدي. عم بفهم ليه ما عم تحس فيي اليوم؟ لميس قلت لك إذا بتريدي. بدك تفل؟ لا ما رح فل. انت اللي رح تفلي. سعيد رح ياخدك صار واصل. شو جايبون هلا؟ ما بعرف شو بعرفني. خلص تترقوا بصير. هاي بونجور. بونجور استاذ. كيفكم اليوم؟ الحمد لله.
استاذ، في مدام نورما واستاذ خليل عندك بالمكتب، وصلوا من شوي. خير؟ ما بعرف، مدام نورما سالتني عنك، قلت لها تفضلي هلا بعد شوي بيوصل. انا خلصت لك كل شيء بخصوص اجتماعاتك وحجزت لك تكت السفر والاوتيل لألك ولمدام لميس. وانت بك شيء؟ محشوره بالاذن. بالاذن. نسيت اقول لك مسافره يومين مع عماد، بدك تشدي لي همتك تاخذي لي نوت على كل شيء بيصير حواليك. اوعى تجربي تدقي لي لو شو ما صار بقبلك. بتضل محشيه بارود. ما بعرف اذا انت انا جاهزه. مدام نورما، مستر خليل، اهلين. اهلا لميس. نورما عرفت بوضعك ووضع اختك وحبت تعمل لك سربرايز. اوه هاو نايس. عن جد عن جد، يعني كيف بيصير معك هيك شيء وما بتخبرينا يا حبيبتي؟ يعني عتلنا هم كيف صارت اختك، يعني انت كيف صرتي يا حرب حبيبتي؟ ان شاء الله كل شيء تمام، مع انه مبينه معنوياتك عاليه عاليه جدا، يعني كيف الطقس فوق؟ يعني بتعرفي عم بحاول خليه عالي. اه جود جود جود. حسيت انت ما حسيت؟ كثير حسيت. لا انا كمان حسيت. قمت عندك حبيبتي حبيبتي يا حرب حبيبتي. شو بفهم انك استسلمتي؟ شايفتيني كيف مسيطرة؟ انت؟ حذروا شو؟ من وين بدهم يحذروا شو؟ انا رح خبرهم شو. لا 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 انا بدي خبر. اوه ماي انجل ماي انجل. تعال فوت فوت فوت. شو في؟ شو صاير؟ صراحة في شيء بدنا نخبركم اياه. نحن قررنا نبعت لميس. لميس؟ قررنا نبعتها على السويد لتشوف اختها. فجأتي مش هيك؟ صراحة ايه. معلي معلي، بس نحن كثير مشغول بالنا عليكي، ما فيكي يا حبيبي حبيبتي تبقي بالشغل يعني وانت مشغول بالك على اختك؟ نو 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 شيري نو، ما بنقبل ما بنقبل يا حرب حبيبتي. anyway وحذري شو السيربريز الاكبر، انه قررنا نبعث معك الهانسم دود هونيك لحتى يهتم فيكي. اكيد اكيد. يا ريتك ما حجزتي، ما كان في داعي ابدا بصراحه، ما في لزوم تتعذبي يعني. لا ولو لا، عيب عيب عليكي وعيب علينا. خلص روحي شوفي اختك، طمني عنا، عادي حتى طمنيها وطمني حالك وطمنينا ورجعي لعنا. انت معي فيزا نو؟ يا الله ما معي فيزا. كيف ما معك؟ ما رحنا انا وياكي على المعرض بالبرتغال بنيسان وعطوكي فيزا على السنة؟ مدام نورما مش معقول انت شو حنوني بتفكري بالكل. مش معقول. يعني حتى انا وعماد ما فكرنا بهيك شيء. ثانك يو. هيدا الفرق بين الرجال والريل ليدي. نورما بتعقدي. ايه بس عماد ما كنا رايحين على دبي، ما بيصير يعني. مش مشكلة، كله له حل، تركي علي. مية بتروح معي، مهم انت اهتمي باختك هلا وبعائلتك. فريمون فريمون شو هالفكرة الذكية يا حياتي، انت يا بيل شو هالفكرة الذكية. طبيعي انه مية تروح معك على دبي لانه هي بالنهاية البي اي. يلا خليل خلينا نمشي. يلا تبقوا على حالكم يا اولاد. ايه ما تتزعلوا، ها ما تتزعلوا ما تتزعلوا. ما تعتلهم خليل، ما بيطلع من عمره شيء. تزا يا مشغي. يلا سبقني هلأ بالحق يا عمي، دقيقة بس. يلا نازلة يلا شحت.
شابو، يعني لازم نحن قدامك. لا ما بدك كل هالقد حبيبي انت، ولا اقول لك ايه ليش لا فيك تنحني. طب ليك اقولك رح تنبسط بس نروح سوا؟ اكيد ولو شو هالسؤال هيدا؟ هيدي فرصه لكم لتتقربوا اكثر من بعضكم وهيك بيمشي اللي خططني كرمالك. بس عتلان هم انه هي ما تكون مبسوطه ما بدها تروح يعني. منشد حالنا منرجل ومنخليها تدوب بهالعيون. اوكي اوكي يلا ديك عنقول. لا بتحكينا هيك لانه صار فيها هلكتني. ها ميا 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 قربي قربي قربي. اهلين مدام نورما. الو. ميا انت رح تروحي على الندوه مع عماد. لا مدام نورما انت رح تروحي على الندوه مع عماد. شفتي لك شي علامه استفهام؟ ما في علامة استفهام، أنا ما طلبت رأيك، بتروحي وشو ما بيصير بتدقيلي وأنا مأكدة إنك قدها وقدود؟ طيب بس مضطرة أقطع على البيت، ضب الشنطة، جيب شوية أغراض، أحكي مع أمي. إنه شو بدك تضبي بالشنطة هول القطنيات المفرقعة وكلها ألوان؟ صحيح؟ إذا صار في تجاعيد بوجهي مثل مرة عمرها 50 سنة، ما تلومي إلا حالك بيجي عليكي بالكوابيس، أوعك! نسي القطنيات نسي هالأمور. أنا طبيت لك شنطة وبهالشنطة في كم غرض بيعجبوك وبيعجبوا عماد. الشنطة صارت مع سعيد بالسيارة، ما تعملي لي بالرز بصل. أوكي اتفقنا. تلو تلو. أنت أمك ما عندها مشكلة أنك تروحي؟ تلو. لا يمكن فشخة وحدة برات البيت ما في تضحري، ولي والله العظيم إذا بتفكري تظهري برات البيت لخليكي تظهري مكارثة، فهمتي؟ أمي بشرفك لازم بياخذ وبيعطي شوي، أنت أبدا مش أوبن مايندد. لا بدي آخذ ولا بدي أعطي، فهمتي شو عم أقول لك؟ تشتغلي ببيروت فهمنا، بس إنك تنامي برات البيت، إي والله والله بقتلك وبحسب الله ما خلقك ولي، فهمتي؟ ولي فهمتي؟ تكوني بدك تروحي خطيفة ولي؟ خليه يجي يحكي فيكي رسمة، والله والله بعطيك إياه وبخلص منك. مين بده ياخذني خطيفه امي؟ ليش ناقصك؟ هيك اسم الله حولك، بنت مثل القمر. دخلك؟ ليه بعد ما تجوزتي؟ مين تعلي فيي؟ بعدين خلينا مشكله مشكله، خلينا بالقوله هلا. امي بشرفك كلها ليله شغل بدبي وبرجع. يا معطره يا انا بترجع بتقلي ليله وحده بدبي؟ ولي شو يعني ليلة شغل بدبي؟ شو يعني؟ ولي شو يعني؟ ولي بقيت لك بحسب الله ما خلقك هلا، شو بعمل فيكي؟ شو ليلة شغل بدبي؟ مش انت مربيتيني بدموع العين؟ مش انت مربيتيني بايديك هول؟ معقول ما بتوثقي فيي؟ صحيح انا مربيتك. انا بنتك مهذبة وادمية وكلمة اخلاق. ايه مزبوط. ما نعطيني ما نعطيني ما تجربي، مش عم بقتنع، فهمي بقى ما فيش روحة محل. طيب امي خليني امشي. ما فيكي تمشي ما فيكي، ده انا اقول لك امتى بتمشي، فهمتي؟ ومن قبل ضبي اغراضك على القليلة. جايبين لي اغراض كثير، مش بحاجة لشي. حلوين؟ ايه كثير حلوين. شو بكي محاطة بكمية فنانين. في عقياسة؟ لا ما في، بس بوعدك رح جيب لك معي، بس خليني روح. يعني هلا انت هبيلي بس مش طايشة، يلا روحي. يس. جاد امبارح لميس كانت عندي بالبيت بالليل. عماد فيك تسكر على الموضوع؟ جاد اسمعني إذا بتريد. حياتك الخاصة ما بتهمني. عم بقول لك اسمعني. اسمع. شو عم تستلمني أنت؟ جاد فيك تروق شوي خليني كفي حكي. شو بدك تقول؟ إنه لميس نامت عندك ما قدرت تسيطر على حالك؟
ما صار شيء بيناتنا جد. بنت كانت متضايقه على وضع اختها. بعدين ما كان بدها تبقى لحالها بالبيت. وبدك وضح لك اكثر رجع تفلت معي عندي عشية. جد نحن اخوي، انا ما باذيك. بدي اعرف انت لو كنت مطرحي شو كنت بتعمل ها؟ ما بعدك بتصرف مثلك، بعرف انه ما بتعملها فيي. سوري مان. دون بي. على كل حال روح لعندها هلا. روح انت وياها على السويت خليك حدها. Don't worry. I'm not. اصلا من امتى بعت الهمشب كان يظهر اكثر من 100 بنت بالجمعه؟ ها كانت من زمان، هلا تغيرنا. فهمت عليك. طيب يلا بدك شيء؟ باي. استاذ عماد؟ هاي اول مره بتسافري ما هيك؟ تفضلي. حضرتي حالك؟ بعد 4 ساعات طيارة ايه؟ لميس ما تزعلي. أنا حدك. ما رح أتركك. ما تخافي. أكيد لا شاد. بس هي الفكرة ما بعرف كيف بدي اقول لك اياها، أنا بفضل ما نروح. كيف يعني؟ يعني ما كثير بعرف واسب هالمواضيع والمشاكل ووجعة الراس. أكيد قلبي معها وعم فكر فيها وكل شيء، بس اللي فيه مكفيني، ما بعرف إذا عم تفهمني. إيه لميس، بس اشتروا التيكتس وكل شيء جاهز. بعدين أحسن تروحي وتوقفي حدها، وأنا رح كون حدك. شاد ما بعرف كيف بدي خبرك هيدا الشيء، بس فيك تقولي اللي بدك اياه، انا دائما حدك. هي ما بدها اياني اشوفها ضعيفه، لانه انا كل حياتي شايفتها قويه وبتحل مشاكلها لحالها. كيف يعني؟ كيف ما بدها تشوفك؟ ما بدها تشوف اختها؟ معقول؟ مش هيك، أكيد حابة تشوفني وهي بحاجة لإلي، بس هي هيك قالت لي، طلبت مني هيدا الشيء. طيب بلا ما نروح رح وصلك على البيت، منيح هيك؟ هيك هيك أنت فرصة بعد مدري كم سنة. Thank you. إذا بدك بنروح لعندي على البيت. أوكي يمكن هيك أحسن، هيك ما ببقى لحالي اليوم. طيب يلا خلينا نروح. Thank you again شاد. أقولك عماد مشي؟ شو؟ مشي. Let's go. سعيد؟ نعم. أقولك بتخوف الطيارة؟ ما بعرف. الله يسرنا من العجقة هلا. يعني اللي رايح على دبي بيوصل اسرع من اللي رايح من بيروت على الشمال بهالبلد. مظبوط. الله يسترنا. يلا سعيد ركز على الطريق خلينا نوصل بسرعة. لو بتشوفها كيف كانت واقفة مثل الصنم يا حرام، ما كانت مستنظرة اني اعملها بهالطريقة. والله انت معلمة بحبك المؤامرات. انا راسي ما بيجمع عليهم هول كلهم. أكبر مؤامرة عملتها بحياتي هي لما جهرنا، كان كتير حلو، كتير كتير حلو يقبرها، فقررت أتصرف. جيت على راسي شك مثل الحمار. هي جمد راسك يا حمار لحتى أقدر كمل الرسمة، بس ما تعتل أم حياتي، بكرة أنا بعطيك دروس. ليكي ميا راحت مع عماد؟ أكيد راحت، وهلأ أكيد بيكونوا وصلوا كمان. بس إن شاء الله يكونوا ما راحوا عشي ندوة وقاعدين ومبسوطين مع بعضهم. صح صح، جيبيلي شاي بالبيبونيش. تفضل استاذ. قولي شو كنتي ناطرتيني؟ كنت بتوقع لوحدي تكون احلى من لوحدك، فتوقعت انه تكون بحاجه للشاي مع البيبونج. ماما
لمين طالعه نشتي هيك هيدي؟ حرام ولو قديه صار اللي عم تعشرني. Good evening. Mr. Mitri? Yes. Room for two? أوضة الاثنين؟ Yes, sir. ليش عم تطلع في هيك؟ ليش أو ليك؟ لازم أفهم تعابير وجهك؟ أنت مأكدة إنه بدك تضلك عم تتذكي علي؟ شو يعني؟ ما كنت رح تبقى أنت ورميس بنفس الأوضة؟ أها؟ حضرتك قررتي هيدا الشيء؟ أنا طلبت منك هيك شيء؟ لا بس ما بيهمني شو في بعد البس ميا هيك لميس بدا anyway please بدنا اوضه ثانيه ام معروف I'm sorry sir all the rooms are booked because of the seminar the only room available is called Beirut اه حلو كثير اكيد لانه في عجقه كثير اليوم كل الناس هون شو بدنا نعمل رح ننام سوا بفرد اوضه سوا ميا شو سكادجو اليوم؟ اليوم عندك عشاء مع أستاذ سمير لحتى تحكوا بخصوص الندوة وهيك بس هلا بدهم يسألوني عن لميس هي اللي حضرت كل شيء ايه ما عليه بتدبر حالك بك شيء دخلك؟ ليه شو بني؟ ليك وجهك كيفه؟ ليه معصبة هيك؟ أحسان؟ بكل حال اجتماع سمير ما راح يكون عشاء تعشى رميك اوكي راح اقول له تشوفه الساعة 7 حضري حالك وين بدنا فكرت اللعبة بتنتهي ومشيت بالموضوع شوية مشاعر كاذبة وبتخلص القصة إلا ودق القلب دقت أمل موجوع صارت الكذبة حب ولون الفرح غصة I'm not afraid.
مشوار ومن ميل تاني حبست قلبي انا سري ما عاد في معك كمل لعب النار ولا عاد في اخسرك بخسر انا